جديد للفنان ميشيل هاشم فيها بيجمع أجدد لوحاته التشكيلية. منشوفه سوا بهالريبورت. اللوحات المعروضة هي في عنا تقريباً 20 لوحة أويل أون كانفاس، في عنا وراء أويل أون ماجزين يلي هو رسم فوق المجلات، وفي سكتشات كمان 20 أويل أون ماج، كمان تقريباً 20 سكتش. الرسم هو لانا برضه هو رسم تعبيري، تقريباً كل الأويل أون كانفاس هو أسود وأبيض رح يكون، بينما الأويل أون ماجازين كله ملون، سكتشات منوع بين ملون وأسود وأبيض، يعني خارج عن مألوف هون باللبنان ما كتير في عالم تشتغل، ما في كتير عالم تعمله. الرسم هو انتقادي شوي، صخري، هو دراسات أكتر. رح يتخلى المعرض في كذا أناتومي ستاديز، في كذا بورتري ستاديز، في كذا حتى سكالبتشر ستاديز. التورسو ستاديز هن ميلي من اخر سفره سافرت فيها على اليونان، حبيت كونسبت كثير يهود تمثيل مثل مكسره، حتى لو مقطع ما باقي شيء من نطات امبريشن اكثر. التورسو ستاديز اغلبيتهم هن ستاديز على تمثيل مايكل انجلو. الروس الجريكس كمان هن تمثيل من قبل ايام الجريكس، كان تبع افروديت وتبع اثينا وتبع الكسندر. البورتريس شوي اكثر رجعت اكثر على عالم انا كنت حب، عالم انا بحبهم هن رسامين كبار، في عندك بيكاسو، في دالي، في فريدا، في ادوارد مونك، سو عالم كثير انا كنت اي فايند انسبيريشن، يعني شغلهم هن انسبايرنج لإلي، او حياتهم الشخصيه او تفكيرهم كان انسبايرنج لإلي، وجربت اعمل ارسم البورتريس تبعهم بطريقتي. إذا حطيت قلت إذا بدي أحط معه ألوان شوي الألوان رح تسرق من أسود وأبيض، وأصلاً أسود وأبيض كتعبير كتعبر فيها أصعب بكثير من تعبر باللون، لون واحد بيقدر يعطي قوة أكثر، بس أسود وأبيض شوي بدك تبين التكنيك أكثر، بدك تبين ضربات أكثر، تبين كونتراست أكثر.